السيد رئيس حزب التجمع الوطني الأحرار سي عزة خنوش في عرضه السياسي الذي قدمه تناول أولا الملفات الكبرى التي اشتغلت عليها الحكومة في سنتها الأولى طبعا بتوجيهات ملكية سامية، إن على مستوى الحوار الاجتماعي أو لا الملف ديال الحماية الاجتماعية أو لا الملف ديال الماء أو لا الملف ديال الاستثمار. أيضا في القضايا السياسية هناك يعني تطرق للقضايا كلها اللي كتعرفها بلادنا، خاصة يعني في إطار المجهودات اللي كتقوم بها الحكومة للرفع من القدرات الشرائية للمواطنين في هذه الظرفية اللي كتسم بواحد الصعوبات مرتبطة بما هو خارجي ومرتبطة بما هو وطني. الإجراءات اللي قامت بها الحكومة لحد الآن كلها إجراءات مهمة بدأت تعطي الأثر ديالها في الواقع، نتمنوا أنها تعطيه بشكل أكبر. أيضا المجلس الوطني توقف عند ضرورة يعني التواصل وضرورة يعني شرح مختلف الإجراءات اللي كتقوم بها الحكومة. الآليات والميكانيزمات يعني المطروحة بحال آليات الحوار الاجتماعي هي مهمة مفيدة إيجابية، لكن المغاربة ماشي في نهاية المطاف كلهم أجراء وموظفين، هناك حرص على أنه المجهود أن يشمل جميع المغاربة للرفع من قدراتهم الشرائية في المستقبل، خاصة أننا مقبلون على شهر رمضان باش يدوز بكل الروحانيات وبكل الظروف إن شاء الله الدينية للجميع.